السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة جماعة إن شاء الله هنعمل شوية تطبيقات ونعمل ميكس بين الماب والفلتر مع بعض، وهنزود معلوماتنا بإذن الله. دي مسألة موجودة في موقع كود ووردز في المستوى السابع، ما زالت طبعا للمبتدئين جدا، بس هنعمل منها كام تجربة كده عشان نطبق ونوظف أكتر فكرة عمل الفلتر. عندنا هنا string فيه مجموعة كلمات، محتاجين نفلتر الكلمات اللي عدد الأحرف أكتر من 4. من الآخر عايزين يطير فود وبلاينج دي عشان الدنيا تمشي صح. طيب هقول له small words بتساوي، هجيب السنتنس هعمل لها split بالشكل ده. السبليت بتاعتنا سيباريتور هيبقى سبيس عشان يفصل الكلمات عن طريق السبيس اللي بينهم عشان يجيب الاي واللاف والفود وكله طبعا كعنصر من عناصر الاري. بعد كده هقول له عايزين الفلتر، وجوه الفلتر هنستعمل الفانكشن بتاعتنا بالشكل ده، وهنحط الاليمنت ونبدا نشوف هنرجع الاليمنت بتاعنا ازاي. ده الاليمنت هنقول له الالي مثلا دوت لينث اكبر من 4. كده انت ما حققتش الشرط. هنا الفلتر هيرجع لك العناصر اللي بتعدي التست. لما بتقول له اللينس اكبر من 4 معناه ان انت هتجيب كلمه فود وبلاينج هما اللي هيرجعوا والباقي هيتفلتر، لان انت قلت له اكبر من 4. فاحنا محتاجين العناصر اللي هتفضل، الفلتر هيطير اللي فوق الاربعه. فهقول له هنا انه اللينس اصغر من او يساوي 4، كده كلمه اي لاف وكود وتو ماتش هي اللي هترجع. طيب بعد ما خلصنا الحمد لله هنبدا نقول له دلوقتي انا عايز اعمل دوت جوين، نحط السبيس برضو عشان يعمل السبيس بينهم، وكده يبقى كله تمام والحمد لله. نيجي بعد دلوقتي نقول له console.log، وبعدين احط السمول ووردز واقول له اتفضل. I love code too much والحمد لله وكله تمام وزي الفل. هنا في مقارنة بسيطة هنعملها بين الماب والفلتر عشان تزود لك معلوماتك. المثال ده عملناه في الدرس بتاع الماب، وقلنا ان هو هيشيك على عنصر من العناصر ويشوفه is not a number ولا لا، يعني هو لو مش رقم هيرجع العنصر زي ما هو، وده اللي احنا محتاجينه اللي هي العناصر السترينجز كلها. اما لو لقاه رقم زي كده بعد ما نعمل له بارس طبعا مش هيرجع حاجه. عظيم جدا. لو جيت مكان الماب دي حطيت فلتر، يا ترى النتيجه هتتغير؟ لا مش هتتغير. ليه مش هتتغير؟ لان هو هيمشي على العناصر زي الماب بالظبط، عنصر عنصر يطبق عليه الشرط ده. لو الشرط ده اتحقق يعني رجع ترو، يبقى انت معانا في السليم في البيس. لو الشرط ده ما اتحققش في حالة الارقام هيطيرها، يعني اللي انت كاتبه هنا ده ملوش لازمة اصلا في مرحلة الفلترينج، لان هو بيدور على الشرط هيرجع ترو ولا فولس. رجع ترو هتهولي، رجع فولس مع السلامة. شايفين مفيش اختلاف. لكن هيبقى في اختلاف لو حطينا الماب هنا وما رجعناش النتيجه اللي انت شفتها من شويه دي. ليه؟ الفلترنج بيدور على الترو والفولس ويرجع لك النتائج. الماب بينفذ فانكشن معينه على الاليمنتس بتاعتك ويرجع لك الاوتبوت اللي جاي، مش بيفلتر. طب الماب هنا هيعمل ايه؟ الماب هنا هيمشي على عنصر 1 باي 1، العناصر 1 باي 1، هيلاقي الشرط ده اتحقق في اول 3 وما اتحققش في الثلاثه اللي بعدهم، فالباشا هيديك 3 ترو و3 فولس ويكمل بقى على حسب اللي بعدهم. تعال نشوف مع بعض. ادي ترو ترو ترو، فولس فولس فولس، ومشي معاك على اساس الاوتبوت اللي راجع له. وده الفرق بين الفلتر والماب تاني عشان لما تشتغل بيهم تكون ملم بالموضوع. طيب عندنا هنا string فيه ارقام وحروف مع بعض، محتاجين ان احنا نفلتر السترينجز كلها، نسيب الارقام ونضرب الارقام في بعضها عن طريق ان احنا نستخدم الفلتر والماب مع بعض. جرب يا صديقي توقف الفيديو تعملهم مع بعض وان شاء الله هتوصل، لان الموضوع سهل جدا والمفروض ان انت فهمته. طيب هقول له هنا let mixed content مثلا يساوي، هنبدأ بمرحلة الفلترنج. هقول له mix dot split الأول عشان نحوله الأري، بعدين مرحلة الفلتر، وأدي في الفلتر الفانكشن بتاعتي بالشكل ده بتقبل مني الاليمنت بتاعي الظريف ده. طيب من شوية روحنا عملنا شرط كده اللي حضرتك شايفه ده. الشرط ده بيعمل ايه؟ الشرط ده في الفلترنج بيرجع لك العناصر اللي هي السترينج بس. تيجوا نشوف مع بعض عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح. تعالوا نشوف. هات الميكسد كونتنت ده ونقول له console.log، نحط الميكسد وزي ما انت شايف رجع لي اللي هي السترينج بس. انا بقى عايز العكس، انا عايز الارقام بس. كل اللي عليك تستعمل النوت بس، not نفي نفي اثبات، not is not a number هيرجع لي دلوقتي الارقام. حلو، هنا رجعنا بس الارقام. عظيم جدا. بعد الارقام ندخل بقى على المابنج ونستخدم الماب. ادي الماب فانكشن
بالشكل ده. جوه الماب هنستعمل الاليمنت بتاعي، هاجي هنا اقول له انا محتاج ارجع الاليمنت مضروب في نفسه بالشكل ده وشكرا. زي ما انتم شايفين 1 9 4 الواحد تضرب في نفسها هتديك 1، الثلاثة في نفسها 9، 2 في 2 ب 4. كده عملنا المطلوب وعملنا لهم ميكس مع بعض وظبطنا الفكره كلها وتعلمنا الفلتر والفرق بينه وبين الماب، ولسه ان شاء الله هنحل حاجات كتير جدا بيهم. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.